كده خلاص بقى القهوة بتاعتي جاهزة، اتفضلوا معانا. حاجة جميلة وحاجة ممتازة للغاية. خلاص أنا بقى بفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فريزر قدرته 340 لتر، تمام. هنجربه دلوقتي، نشغله على جهاز الانفرتر ال 2000 واط وعلى بطارية السيارة. كتير من اخواتنا قالوا لا ده مش هيشتغل، احنا هنجرب عملي ونشوف هيسحب منها كام امبير، وهنعرف هل الفريزر ده هيشتغل على البطارية 70 أمبير وبيه جهاز الانفرتر اللي هو قدرته 2000 واط أم لا. ده الكابل بتاع الباور بتاع الفريزر، افترض انه بينور هنا وبيشتغل معايا اول ما بوصله في الكهرباء 220. انا هوصل فيه وصلة صغيرة زي دي علشان نقدر نقيس الأمبير ونعرف ساحب كام أمبير معايا، نثبت لاخواتنا انه شغال أم لا. هنوصل ده كده في القطعة دي ونبدأ نفتح جهاز الانفرتر على تخريج الكهرباء ال 220، كده بيخرج 220، ونبدأ نوصل دي في الكهرباء ال 220 بتاعت الانفرتر. مبدئيا هنوصل دي كده ونجيب البنسة الامبير ونعمل كده علشان الامبير يظهر معايا اول ما وصل سحب كام امبير. يا رب تكون ظاهرة. بسم الله، اهو هنبدأ نوصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اها كده انا وصلت، اشتغل زي ما انتم شايفين وسحب الامبير معايا اهو. كده الجهاز شغال على البطارية وعلى جهاز الانفرتر بدون اي مشكلة. طيب حد بقى هيسأل من اخواتنا يقول لي هو ده هيشغل الجهاز ده كام ساعة؟ انا شخصيا شغلت الانفرتر والبطارية في الشحنة الواحدة على تلاجة هنشوفها دلوقتي وهنجرب التلاجة كمان. اشتغلت على التلاجة البطارية قعدت 5 ساعات متواصل. ليه 5 ساعات؟ لان الفريزر ده ما بيشتغلش مستمر. الفريزر بيشتغل لما بيبرد، بيبدأ الترموستات يفصل 5 دقايق 10 دقايق ويبدأ يشتغل 10 ويفصل 10، فبالتالي هيوفر معاك في الاستهلاك بتاع البطارية. هي بس المشكلة كانت في لحظة التقويم بتاعت الموتور، لما بنيجي نقوم الموتور بيسحب أمبير عالي، وبعد كده لما بيشتغل بيبقى الأمبير قليل خالص ويقدر يشتغل معاك فترة طويلة ما شاء الله. نفصل بقى كده سريعا عشان نسمع مع بعض، الصوت يبقى واضح لأن صوت التبريد بتاع الجهاز صوته عالي وده أمر طبيعي. من الأفضل إن هو يبرد المصفاتات اللي بالداخل والأساسات عشان يشتغل معاك بدون أي معاناة. الجهاز ده لو الحمل عالي عليه هيفصل وبيديك صفارة وبيفصل. طيب أول ما البطارية بتبدأ تنخفض لحد 10.5 فولت بيبدأ يفصل المنظومة نهائيا علشان يحافظ على تفريغ الشحن الزائد في البطارية، لأن البطارية لو فرغت للصفر أو نزلت لخمسة فولت أو 8 فولت هتبوظ معاك بسرعة، ولكن ده وظيفته إنه يحافظ عليها من التفريغ الزائد ومن الشحن الزائد. كمان هو بيشحنها لما بتوصله في الكهرباء والكهرباء متوفرة، بتوصل الكابل ده بيشحن البطارية تاني ويرجعها لك تشتغل معاك 5 ساعات تاني. اخواتنا اللي قالوا عايزين منظومة طاقة شمسية، انت تقدر تركب لوح او لوحين طاقة شمسية قادرين على شحن البطارية مضاف ليهم منظم الشحن، وده اللي هشرحه في الفيديو القادم بعد تشجيع اخواتنا وبعد التعليقات الجميلة واللايكات الجميلة اللي بتعملوها، وبعد كمان ما تساعدونا في وصول الفيديوهات بتاعتنا لأعلى نسبة مشاهدة. هنبدأ نشتري ألواح الطاقة الشمسية وعمل لك منظومة طاقة شمسية تقدر تشغل لك التلاجة أو الفريزر بشكل مستقل. بنضيف لها الانفرتر، بنضيف لها البطارية، بنضيف لها خلايا شمسية. إن شاء الله أنا هشتريهم، بس تشجيعا من حضرتك تشير الفيديو بتاعنا عندك، تعمل لنا لايك، تدعمنا بخدمة أو ميزة شكرا اللي موجودة أسفل الفيديو، تقدر تضغط على ميزة شكرا وتقدم لنا الدعم علشان نقدر نوفر كل الاحتياجات ونعمل نموذج صغير محترم، يبقى احنا قدرنا نشغل تلاجة او فريزر على منظومة الطاقة الشمسية ونعمل حاجة تانية مستقلة للإنارة. يبقى انا عندي تلاجة وعندي إنارة منزل بالكامل بأقل تكلفة ممكن تشوفها على اليوتيوب وعلى اي منصة تانية. بفضل الله بوعدك ان هعملها وهكلف الحاجات من جيبي علشان اقدر اقدم نموذج صغير لكل اخواتنا المتابعين والمشاهدين. هنعمل دلوقتي على الجهاز ده نشغل الكاتل بتاع القهوة
ونعمل عليه قهوة ونشوف هيشتغل معانا أم لا. وهنشغل التلاجة كمان العشرة قدم. يا ريت نشاهد المحتوى والفيديو للنهاية علشان نقدر نستفيد من كل لحظة ومن كل كلمة بنقولها، علشان إخواتنا ما يكلفوش نفسهم ويشتروا الحاجات وما تنفعش عندهم. أنا بقدم لك نموذج علشان تقدر أوتوماتيك الناس بتقلد وبتعمل، لما تعمل حاجة وتطلع معاك ناجحة أقل شيء هتدعي لنا دعوة في ظهر الغيب، هنقدر نستفيد بقى في الدنيا والآخرة إن شاء الله بإذن الله. إحنا هنا بقى هنبدأ نشغل الكاتل بتاع القهوة ده، قدرته 1000 واط. 1000 واط هنبدأ نوصله كده. إحنا برضو عايزين نشوف الأمبير اللي مسحوب كام. إحنا هنا في الفريزر كان ساحب تقريبا أقل من 1 أمبير، ده ساعة التشغيل، ولكن التقويم بيعدي 3 أمبير في عملية تقويم الموتور. نبدأ نوصل كده أهو أي طرف، نوصل فيه بنسة الأمبير علشان تقيس معايا الأمبير ونشوف هيسحب كام أمبير. ونبدأ نوصل أدي الكابل بتاع الجهاز الغلاية، وهنبدأ نضغط على زر التشغيل كده ونقول بسم الله. أهو كده الجهاز اشتغل، ولكن الأمبير زي ما انتم شايفين ما سحبش أمبير معايا، ما سحبش أمبير معايا. ليه؟ لأن أنا لسه ما ضغطتش على زر التشغيل بتاع الغلاية. هنبدأ أهو بسم الله، ضغطنا زي ما انتم شايفين الغلاية سحبة 2 أمبير ونص، 2 أمبير ونص. نشوف بقى كده هتطلع معايا ولا لا. بسم الله ما شاء الله، في أقل من دقيقة بدأت تغلي سريعا. أهو 2 أمبير ونص، ده استهلاك عالي جدا. الاستهلاك ده قد الفريزر مرتين، ده قد الفريزر مرتين، لأن الفريزر كان أقل من 1 أمبير. تمام كده اشتغلت الغلاية معانا أهو، والفريزر اشتغل. وهنجرب كمان التلاجة سريعا، هنقدر نشغلها، ولكن الأول نشوف القهوة هتطلع معايا سريعا أو أنا معاك على الفيديو مباشرة. بدأ يغلي، يا ريت تكون سامع الصوت. أهو ما شاء الله، أهو لو أنا في السيارة هقدر أعمل القهوة، أعمل الشاي، أعمل اللي أنا عايزه باستخدام الإنفرتر واستخدام البطارية. أنا كده خلاص بقى القهوة بتاعتي جاهزة، اتفضلوا معانا. حاجة جميلة وحاجة ممتازة للغاية. خلاص أنا بقى بفصل من هنا، خلاص كده أنا فصلت. خلاص هنبدأ بقى نجرب التلاجة سريعا علشان يبقى شغلنا كل الحاجات، ولكن بقول لك لمعلومة هامة للغاية، مش ينفع تشغل كله مع بعضه، يعني ما ينفعش يبقى ده مع ده مع ده، مستحيل طبعا، مش هيشغل معاك وهيفصل الحماية. اللي قدامنا دي تلاجة 10 قدم توشيبا من الموديلات القديمة اللي هي 10 الباب 1، وفي تلاجة كريازي 2 باب 14 قدم. هنشوف بقى هو هيقدر يقوم مين فيهم بالظبط حالا، ولكن هننزل بالكاميرا كده في الأسفل علشان نبدأ نوصل على الطبيعة. أنا كده عندي الكابل بتاع التلاجة 10 قدم التوشيبا القديمة، وعندي كابل بتاع 14 قدم الكريازي. كده هنبدأ نوصل ونجرب التلاجة 14 الكريازي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب الافو علشان نقيس الامبير بالبنسه الامبير. اهو كده تمام، ونبدأ نوصل في جهاز الانفرتر. ننزل شوية كده بالتصوير اهو علشان يبقى ظاهر الامبير والتصوير. اهو ونبدأ نوصل هنا كده، كده وصلنا على التلاجة 14، وصلنا الامبير عشان نشوف كام امبير ساعة التقويم وساعة التشغيل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشغل. اهو كده صفر معايا حماية في الاول علشان الحمل عالي، وبدأ ينطق ويشتغل معايا، سحبت 1 امبير ونص، 1 امبير ونص. يبقى الفريزر اقل منها في الاستهلاك، اقل منها في الاستهلاك، يعني ممكن يكون النص بالظبط. كده التلاجة ال 14 شغالة تمام، يبقى اكيد 100% ان التلاجة العشرة هتشتغل بدون اي مشاكل. انا كده وصلت الكابل بتاع التلاجة التوشيبا 10 قدم الباب 1 علشان نبدأ نشوف استهلاكها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنوصلها كده في الانفرتر ونبدأ نشغل ونشوف الامبير اللي هتسحبه كام. بسم الله الرحمن الرحيم، سحبت 2 امبير لحظة التقويم، وهنا يعني اقل من 1 امبير. دي بتستهلك زيها زي الجهاز اللي جربناه الاول اللي هو الفريزر. يبقى احنا كده نقدر نحدد طالما امبير
حاجة بسيطة يبقى قعدت معايا 5 ساعات، يبقى نقدر نعرف من خلال الأمبير المسحوب عدد الساعات بتاعة التشغيل. حاجة ممتازة، ما تنساش تدعم بقى أخوك بلايك، كمان تشرفنا باشتراك، تنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة أخيكم محمد الصفطاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.